بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 82 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوة مقيم في المملكة العربية السعودية، ويقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وهل الصلاة في مسجد فيه قبر يختلف عن الذي فيه قبر أو ثلاثة أو أربعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومعنى ذلك أنه لا يصلى عند القبر سواء بني عليه مسجد أو لم يبنى عليه. فإذا بني عليه مسجد فالأمر أشد، ومقتضى الحديث أنها لا تصح الصلاة التي صليت في مسجد فيه قبر أو عند قبر ولو لم يكن بني مسجد، لعموم الحديث، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، وسواء كان قبرا واحدا أو عدة قبور، لأن الصلاة عند القبور أو في المساجد التي بنيت على القبور وسيلة إلى الشرك، لأن هذا يؤدي إلى أن تعبد القبور ويستغاث بها من دون الله، كما هو الواقع الآن عند القبوريين، فإنهم يستغيثون بالأموات، يستنجدون بهم، ويصلون عند قبورهم رجاء القبول ورجاء البركة وإجابة الدعوة. وهذا مما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، آية التحذير حذر عنه صلى الله عليه وسلم وهو في حال صحته، وحذر منه صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، وحذر منه صلى الله عليه وسلم عند الوفاة في ثلاثة مواقف. يحذر منه صلى الله عليه وسلم مما يدل على شدة تحريم الصلاة عند القبور والبناء عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة طلبت الخلع وحصل ذلك، هل يعتبر طلاقا؟ وهل يجوز لها أن تتزوج من رجل آخر؟ الخلع يعتبر فسخا للنكاح وفرقة في النكاح، وعليها أن تعتد، عليها أن تعتد بعده بثلاث حيض، إن كانت ممن يأتيها الحيض، وإن كانت لا تحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهر ثم بعد ذلك تتزوج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يبدو أنه من الشباب، يقول: المبالغة في المهر سبب من أسباب تأخير الزواج من الجنسين، ما هو تعليق فضيلتكم على ذلك والحث على عدم المغالاة في المهور؟ أحسن الله إليكم. المهر من ما يجب في النكاح، حق للمرأة وصداق لها وإكرام لها، وليس له حد محدود، فيجوز أن يكون المهر على مال قليل ما ينتفع به، ويجوز أن يكون منفعة من المنافع كتعليمها وغير ذلك من المنافع المباحة، وليس له حد، ولكن المطلوب التوسط، مطلوب التوسط في المهر ولا يغالى فيه، لأن هذا كما ذكر السائل يصعب أمر الزواج ويؤخره، وليس هو من صالح، ليس هو من صالح الرجل ولا من صالح المرأة. وقد جاء الترغيب في تيسير الزواج، ونهى عمر رضي الله عنه عن المبالغة في المهور، في مقادير المهور، وكانت مهور النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ولبناته مهورا خفيفة، ففي تكفير المهر والمبالغة فيه مفاسد كثيرة،
وليس هو من صالح الطرفين ولا من صالح المجتمع. نعم. أيضا سؤاله الآخر عن المهر حفظكم الله، يقول هل لوالدي أن يأخذ شيئا من المهر وهو محتاج في ذلك أو لتسديد دين معين عليه؟ نعم، للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ومن مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، قوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول ما هي التقوى المقصودة والتي حث عليها الإسلام وكيف السبيل إليها؟ التقوى كلمة عظيمة، كلمة جامعة لأعمال البر وأعمال الإحسان وأعمال الخير، وقد وعد الله المتقين بجزيل الثواب وأخبر أنه يحب المتقين وأنه مع المتقين وأن العاقبة للتقوى. والتقوى كما عرفها العلماء أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا يسأل أبو علي من مصر مقيم في المملكة العربية السعودية، يقول هل يمكن القسم بعزة الله وهي صفة من صفاته عز وجل؟ نعم، القسم يكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته كعزة الله ووجه الله وكلام الله عز وجل، لأن القسم بصفة من صفاته قسم به سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا أبو أحمد من الرياض يقول صارت بيني وبين والد زوجة ابني مناوشات كلامية في الهاتف، ومن شدة الغضب التي هي عادة من أسلوبي قلت له بنتك قليلة حياة وهي مطلقة، أنا مطلقها نيابة عن ابني، فما حكم هذا الطلاق؟ هذا الطلاق لا أصل له ولا يقع، لأنه ليس صادرا من الزوج ولا بوكالة من الزوج. فإن كان ابنك وكلك يعني تطلق زوجته فإنه يقع، أما إذا لم يكن وكلك في ذلك فهذا كلام لغو لا قيمة له. نعم. أحسن الله إليكم وأتابكم الله. هذا يسأل يقول بعض أئمة المساجد يكون عنده مشاكل في الركب فلا يستطيع أن يجلس بين السجدتين أو التشهد، فيكون وضعه في هذه الحالة واقفا على ركبتيه وعند التشهد يمد رجليه إلى الأمام، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى اتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان لا يستطيع ثني رجله في التشهد أو في الجلسة بين السجدتين فإنه يعمل ما يستطيع. نعم. أحسن الله إليكم. إذن هذا يسأل حكم أذان المؤذن وهو جالس لعجزه عن القيام. لا بأس بذلك، يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جالس، الأفضل أن يكون قائما إذا كان قويا، أما إذا كان له عذر يجوز أن يؤذن وهو جالس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل ورد شيء من السنة في فضل الحنة وهل له فوائد؟ الحنة مفيد، نعم، وهو نوع من العلاج ونوع من الزينة تتخذه النساء في زينة خضابا، فهو مفيد. نعم. بارك الله فيك. هذا يسأل يقول ما هي السنة في زيارة المقابر بالنسبة للرجال؟ طبعا السنة في زيارة المقابر أن يقصد السلام على الميت والدعاء له، فيذهب إلى قبره ويقف عنده مستقبلا لوجه الميت ويقول السلام عليك يا فلان رحمة الله وبركاته، ثم يرفع يديه ويدعو الله له بالمغفرة والرحمة ويدعو له بصالح الدعوات ثم ينصرف. نعم. هذا يسأل يقول هل يجوز دفع الزكاة للعاملين عندي في الشركة؟ إذا كانوا فقراء ومن المسلمين وهم فقراء ولا تقصد بدفعها إليهم ترغيبهم في العمل عندك ولا أن تحتسب ذلك من أجورهم فلا مانع من ذلك، هم كغيرهم من الفقراء. نعم. أثابكم الله. هذا يسأل يقول هل يسقط وجوب الغسل يوم الجمعة عن المريض؟ الغسل يوم الجمعة سنة وليس بواجب، لو لم يغتسل لم يجب عليه ذلك،
قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فيجوز تركه ولو لم يكن عنده عذر، لكن فعله أفضل إذا أمكن. نعم. هذا يقول: رجل مقطوعة يده إلى العضد، كيف يتم غسلها؟ ليس لها غسل إذا قطعت من المرفق واستوصلت ولم يبقى، أو من وسط العضد، فإنه ليس للغسل مكان، فيسقط عنه غسل اليد المقطوعة، إلا إذا بقي منها شيء من الذراع أو قطعت من مفصل المرفق، فإنه يغسل رأس العضد، لأنه داخل في المرفق، داخل في المغسول. نعم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، يقول: كيف يصوم من نصحه الأطباء بشرب الماء في كل 3 ساعات؟ هذا مريض ولا يصوم، يفطر ويقضي إذا شفاه الله عز وجل. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. يقول: كيف يتيمم المريض للصلاة؟ يضرب بيديه التراب ويمسح بأصابعه ببطون أصابعه وجهه، ويمسح راحتيه بكفيه، وإذا لم يستطع فيأتي واحد يضرب الصحيح، يضرب التراب بيديه ويعمل مثل ما ذكرنا نيابة عنه. نعم. سؤاله الأخير يقول: ماذا ورد في فضل الصبر على المرض؟ الصبر مطلوب على المرض وعلى غيره من الابتلاء والامتحان. قال تعالى: وبشر الصابرين. والله جل وعلا رغب في الصبر، وقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأخبر أنه مع الصابرين. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. انتقل إلى هذا السؤال، حيث يقول: رجل باع سيارته بأقساط شهرية، فكيف يزكي هذا المبلغ؟ نعم، يزكيه كل ما تم عليه الحول، هو في ذمة المدين، يزكيه كما يزكي المال الذي بيده، يعني يخرج ربع العشر. نعم. إذا خرج دم يسير على أثر جرح وأنا في الصلاة، فهل أقطعها؟ الدم اليسير لا تقطع الصلاة من أجله، إلا إذا كان كثيرا غزيرا فإنك تقطع الصلاة، ثم إذا كان يسيرا فلا يؤثر. نعم. أبو هشام من الرياض يسأل حفظكم الله، يقول: ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة معروفة كما ذكرها العلماء: ترك الذنب والإقلاع عنه، والعزم ألا يعود إليه في المستقبل، وأن يندم على ما حصل منه ويكثر من الاستغفار. وإذا كانت المعصية بسبب ظلم الناس، فإنه يعيد للناس حقوقهم ويطلب المسامحة منهم. نعم. السؤال الآخر حفظكم الله، محمد من الرياض يقول: إذا أحدث الإمام أو المنفرد أو تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه ليس على وضوء، فما الشك في هذه الحالة؟ حكم أنه يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، لأنه دخل فيها وهو على غير وضوء، والجماعة والمأمومون ينتظرون حتى يأتي ويصلي بهم، أو يستخلف من يصلي بهم بدلا عنه. بارك الله فيكم. هذا يقول: تسلفت من أبي سلفة في بداية شهر رمضان الماضي، والوالد معتاد على دفع الزكاة في 10 الأواخر من رمضان في كل سنة، فهل يجب على الوالد أن يزكي المبلغ الذي تسلفته منه؟ نعم، يجب الزكاة في المال، سواء كان بيدي صاحبه أو كان دينا في ذمم الناس. إذا كان الدين على مليء فإنه تجب زكاته عند تمام الحول. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما صحة حديث تسمية المولود يوم السابع ويحلق له ويطهر ويتصدق بوزن شعره ذهب أو فضة؟ نعم، حديث لا بأس به، وهو سنة يعمل بها، وذلك من مصلحة المولود، لكن يلاحظ أن الحلقة خاص بالذكر، أما الأنثى فلا يحلق رأسه. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة أخرى، هذا السائل حفظكم الله اسمه محمد صالح، يقول: هل يجوز للبنت أن تكشف لزوج أمها الأول؟ نعم، يجوز للبنت أن تكشف لزوج أمها ولو تعدد الأزواج، يجوز لها أن تكشف له، كل من تزوج أمها دخل بها
فإن بنته تكون ربيبة له تكشف له ولو تعددوا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أيضا: هل غسيل الكلى ينقض الوضوء؟ غسيل الكلى إذا صاحبه خروج دم أو خروج شيء من الجوف فإنه ينقض الوضوء من أجل الخارج. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل عن الفقير والمسكين في الآية الكريمة بالنسبة للزكاة، ما الفرق بينهما؟ الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، وأما المسكين فهو أحسن حالا من الفقير، هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة؟ لا بأس بذلك، إلا أنها تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن، هذا هو الأفضل، ولو تقدمت فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل سؤال يمكن سبق أن سئل في هذه الحلقة، يقول: ما حكم إمامة الناس في الصلاة من قبل شخص مقعد؟ لا يجوز هذا، لأن هذا عذره دائم، ولا يجوز أن يكون إماما للناس، لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو القيام. إنما إمام الحي الإمام الراتب إذا اعتل وكان يرجى أن يشفى وأن يصح يجوز أن يؤمهم ولو كان جالسا، لكن يصلون خلفهم جلوس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما صلى بهم وهو قاعد بسبب المرض، أشار إليهم أن يجلسوا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا في الموقف. نعم. ما الدائم الذي لا يرجى شفاءه ولا يكون إماما. نعم. يسأل حفظكم الله، يقول: متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب؟ لا يرخص للرجل المسلم استعمال الذهب إلا الأشياء التي ورد الدليل بجوازها، كتلبيس السن أو اتخاذ الأنف من الذهب إذا قطع، فإنه يجوز استعمال الذهب على السن أو في الأنف، لأن الذهب لا يصدع، خلاف الفضة فإنها تصدع. وكذلك ما جاء من تحلية السيف، طبيعة السيف في الذهب، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل، يقول: ما هي أركان عقد النكاح؟ أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. نعم. وبارك الله فيكم. شروط عقد النكاح. شروط عقد النكاح أربعة: الأول الولي، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الثاني: أن يشهد عليه شاهدان عدلان، إلا بولي وشاهدي عدل. الثالث: رضا الزوجين أحدهما بالآخر. والرابع: تعيين الزوجين. نعم. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم. يقول: هذا هل يلزم أن يكون الدعاء مسند إلى الكتاب والسنة، أم أن يدعو الإنسان ربه بما شاء أمدكم الله بالعافية؟ الدعاء يكون بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ويجوز أن يدعو بما يوافق ما ورد في الكتاب والسنة ولو لم يرد نصه ولفظه. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: هل يجوز الوضوء من ماء لا أعرف أصله؟ نعم، الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة، ما دام أنه ماء لا يخالطه نجاسة ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة إنه طهور، توضأ به. يسأل بارك الله فيكم: متى يبدأ وقت صلاة الجمعة، ومتى الأفضل في حضورها؟ وقت صلاة الجمعة يبدأ كوقت صلاة الظهر بزوال الشمس، هذا هو الصحيح الراجح عند أهل العلم. وأما المأموم فيستحب أن يبكر في حضورها، قال صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك ينتهي التبكير فيبكر، وقد حث صلى الله عليه وسلم على التبكير إلى الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، نستودعكم الله.